الخبر الاول اللي عدنا عن احمد حسن وزينب ودخولهم للمستشفى. احمد حسن وزينب نزلوا على قناتهم باليوتيوب هذا البوست اللي كان بهذه الصوره من داخل المستشفى، ومن الواضح ان زينب مرضانة، وتكاتبين انه اليوم الساعه 3 راح ينزلوا مقطع يشرحون بكل اللي صار وليش هم قاطعين هذه الفتره عن القناه. فالله يشفيها يا رب، ولا تنسون يا حبايبي تدعوا لها بالكومنتات انه الله يشفيها يا رب وان شاء الله ما يكون بها اي شيء. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو نور مار، فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات جاني يقول بها انه اليوم راح ينزل مقطع على الساعة بالاربعاء راح يعرف بيه كم ولد جاب، طبعا هو ما تزوج ولكن يحكي على الخطة مالته حكي راح يسوي فلوق او هيك شيء، اكون راح تكون الستوريات مالته. حاب اقول لكم انه بكرة الفيديو على اليوتيوب يا جماعة، الفيديو المنتظر راح تشوفوا بنتي كم ولد جابت ولوش جابتهم شلون شكلهم ولون حركاتهم. فلوق بكرة رهيب الفلوق مع كل الفريق بالبيت فيه القطط. خلي لها الثب المرتب، حدا عنده عروس؟ انا ثب مرتب عم اسد حالي عم ارقد والله لحالي، لازم ترضي بهي الحال ما تتلاقي. فرجعي عيونك فرجعي عيونك. اليوتيوبر الثاني هو وسام تيكت، فوسام نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات يقول بها انه حبيبتي راح ترد على اسئله وهو راح يسوي مقطع عليها، فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر بين وسام تيكت ونور مار. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقة شهد وسميت اخوهم الاسم ملاك من الكومنتات اللي عدهم، اما اللي سعى عن السبب بالنسبة لما عرف ان هي ملاك فهي تكون اخت شهد، ولكن لكم مشكلة صارت بيناتهم ومن فترة طويلة كانوا ينزلوا مقاطع على بعض، وهذا المقطع هي شرحت بيه شنو سبب الخلاف اللي صارت بيناتهم وليش هم ما يحجون ويا بعض. اعطيكم جزء من مقطع ملاك شوفوا شنو السبب. شنو صاير بينكم وبين شهد اختك؟ من حقنا نعرف كمتابعين ايش تقول اختك. اللي صاير انه شخص دخل بيناتنا كاخوات وكأم وبتها، سبب شويه سوء تفاهم وشويه مشاكل بيناتنا، وطبعا حاولنا انه نحل هالمشاكل بس ما صارت يعني لمده سنين. قررت جهه من الجهات انه تبتعد عن الجهه الثانيه للافضل. وطبعا بعد اخفوا اسمها بالكومنتات، اما بالنسبه لي انه تخاف ما تنزلوا نسبيات على خط ونكتب اسم ملاك، بعدين روح الكلمة تحت تسوي لها متفق تعليق وتعليق الاشخاص لاقوا وراها، بما انهم زين روح غير الحساب عم شوف التعليق حط على الناس ولا ما غير الحساب زين بيعت على خط ونكتب الكلمة تحت تسوي راح تشوف انه التعليق مضار ولا التعليقات باقيه ظاهره، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر حركه الاخفاء. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على قناه يومياتهم زياد بسبب استغلالهم لوفاه صاحبه القناه. بالنسبه لما يعرفون القصه، قناه يومياتهم زياد هي القناه الوحده ولكن هي توفت الله يرحمها، وش الغلط قاعد يصير انهم صاحبين القناه قاعدين يستغلون هذا الموضوع. باخر اربع مقاطع كل عناوين هي عبارة عن وفاتهم زياد، اخر فيديو لهم زياد من هذا الكلام، وبالفيديوهات هم اساسا قاعدين يضحكون ولكن اكو شيء صاير، ويعتبر هذا الموضوع هواي استغلال، وهاي من الكومنتات اللي صارت تجيهم لما يتهجمون عليه ويقول لهم انه عيب تستغلون هذا الموضوع وانتم ناس ما عندكم رحمه من هذا الكلام. فحاليا يا حبايبي شرحت لكم القصه بالكامل، اكتبوا لنا بالكومنتات هل يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا، ولا تشوفون اللي قاعد يسووه هو عباره عن استغلال او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين رايدر على ياسو، اما اللي سعى السبب فبعد ما رايدر نزل اغنيته الجديده اللي كانت بعنوان لا تفكر اللي كان ديستراك على وسام تيكت وياسو، واللي صار يتهم بيه بالخاينه، وهي من الكومنتات صارت تجيها على اخر مقطع نزلته انه هي خاينه، واللي كتبوا لها شويه من كلمات الاغنيه الجديده، وشويه اشخاص صاروا يقولوا لها انه انت من اساس جبتي رايدر عم تحاولين تجاكرين بيه وسام تيكت، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات لا تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. بس والله وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه تشاركوا في زي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.